الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصهاينة الظالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وبورما. اللهم أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه. يا خير من خلا به وحيد ويا أرحم من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا أرحم الراحمين.
اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارض عنا، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم جئناك نرجوك والجنة، اللهم جئناك نرجو رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا، إلهنا ومالك رقنا وسامع نجوانا
وصاحب شكوانا، سبقت بالقول تفضلا وامتنانا، فقلت يحبهم ويحبونه، والمحب لا يعذب حبيبه، فحرم وجوهنا على النار، نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Amen.